في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. واحد من اللعيبه الحريفه اللي ظهرت وتالقت جدا مع المصري البورسعيدي تحديدا يعني، لكنه طبعا لف لفه كبيره في الدوري، فهنتكلم معاه في حاجات كتيره، لكنه في بورسعيد ليه مكانه خاصه عند البورسعيديه اللي بيحبوا فرقتهم، بيحبوا اللعيبه الحريفه اللي تالقت مع فرقتهم. فخلينا نرحب بسعيد مراد، واحد من اللعيبه اللي كان دايما بيظهر في الماتشات الكبيره، في الماتشات الثقيله قدام الاهلي والزمالك، وعمل مواسم كتيره مهمه في الدوري المصري. يا سعيد برحب بيك وسعيد بوجودك معايا والاول مره معانا في الاستاد. حبيبي يا كابتن كريم، انا اللي مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده، لان انا بحبك جدا على المستوى الشخصي. على راسي والله، وبحب اسمعك وبحب اتفرج عليك. حبيبي ده شرف ليا والله، شرف ليا. تعالى نرجع كده بالذاكره لورا خالص، بقيت فين؟ البدايه خالص. أوه. البدايه طبعا انا من كفر الشيخ اصلا، البدايه في كفر الشيخ. احسن ناس، احسن ناس. فضلت من الناشئين لغايه الفريق الاول. كان كابتن الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف. ماشي. خدت هداف الدوري واحنا في الدرجه الثالثه. كنت تلعب راس حربه ولا كنت تلعب؟ بلعب راس حربه صريح. ماشي. خدت هداف الدوري، كنت جايب 33 جون. وبعدين جت بقى الفتره دي، كان الكابتن حماده امام الله يرحمه كان ماسك، هو كابتن ابراهيم يوسف كان ماسكين في الزمالك. اتكلموا في النادي اللي انا تبقى في الزمالك وكده، ورحت بالفعل مطيط. عايز اتقرب المايك منك سنه سعيد. أيوه. واتفقنا على كل حاجه. وبعد كده كان عندك كام سنه بقى لما رحت؟ كان عندي 19 سنه. ياه. 19 سنه 20 سنه. حلو. النادي عندنا طبعا في الوقت ده طلب مبلغ كبير، يعني احنا كنا بنتكلم في 2002 او 2003. طلب مبلغ كبير جدا، فطبعا الزمالك قال اجيب اللعيب ما في الدرجه الثالثه وهجيبه بالمبلغ ده، فصعب. كان كفر الشيخ في الدرجه الثالثه؟ كنا احنا كنا بيلعبوا ممتاز بقى. وبعدين نزلنا درجه ثالثه. فانا طبعا كنت بلعب معاهم بقى لي فتره، كان الكابتن محمد عامر كان ماسك، والترقي ايام الترقي ايام حرس الحدود ما صعدوا ونادي طلع الجيش، كانوا موجودين في المجموعه في السنه دي، وبعدين احنا نزلنا وهم بقى صعدوا الدوري الممتاز. فالزمالك قرر انه لا، مش هدفع رقم كبير في لعيب جاي من الدرجه الثالثه. كان الموضوع يبقى كان صعب. ايه يعني 200 300 الف؟ كانوا طالبين مليون جنيه. ايه؟ في 2002 2002 او 2001. كانوا طالبين مليون جنيه. طالبين مليون جنيه. ده رقم كبير جدا. حتى ما ده كانش بيدفع في الممتاز كتير يعني، ويمكن ما يكونش الدفع اصلا صعب اصلا. يعني ايه في الوقت ده كمان لعيب جايب 33 جون وسنه لسه صغير، فهم ايه ما نضرب اي رقم جايز. يمكن تلف. الزمالك وكان في الوقت ده كمان اللي ماسكين لجنه الكوره كابتن حماده امام الله يرحمه وكابتن ابراهيم يوسف، فكانت ناس تقيله. فهم ايه قالوا، يعني كان معايا وكيل لعيبه كابتن حماده اسماعيل من كفر الشيخ. قال لي لا ما تخافش ومش عارف ايه، والموضوع هيخلص وكده، وباظ الموضوع. كابتن عامر راح مسك البلديه، فخدك معاه البلديه. خدني معاه، اتعرفت في البلديه. عملت 3 سنين كويسين جدا في البلديه. صح. بس ما كنتش راس حربه صريح بقى في لا البلديه؟ لا، كنت بلعب هون. صح كده. ماشي. شويه لعبت باك رايت في الاول، كان الكابتن محمد كان في وليد الحصري معايا وكان رضا العزب. قال لي بص انا اي مكان احطك فيه تلعب فيه. ماشي. قلت له مفيش مشكله عادي. قال لي هتأدي وانت لعيب كويس وعندك امكانيات كويسه والمكان اللي انا شايفك فيه لعب فيه. قلت له كابتن بس انا بستريح شويه في الجناح. لا، راس حرب. فقال لي لا سعيد، انا شايفك انت عندك سرعات وكده، هنلعب ناحيه شمال او ناحيه اليمين، بس هتبدا من تحت في ماتشات كده هبداك فيها من تحت. قلت له ما فيش مشكله. لعبت اول ماتش، كنا بنلعب على ما اعتقد دمياط باين او حاجه زي كده، فجبت جون وانا بلعب باك رايت. فجالي بعد الماتش قال لي شفت انا قلت لك من الناس اللي فضل عليا كبير الكابتن عامر. فضلت 3 سنين وبعدين رحت الاولمبي. لعبت 6 شهور معاهم، كان مع كابتن محمد حلمي كان مسكني فتره في البلديه. وراح مسك الاولمبي فاخدك معاه. اخدني معاه. ماشي. بس ما طولتش انت هناك 6 شهور. انا لعبت 6 شهور ورحت الانتاج. ماشي. جبت معاهم 6 جوان في الدوري الممتاز، ومنهم جون في نادي الزمالك، وكنت عامل 6 شهور كويسين جدا يعني. ماشي. كابتن اسامه كان برضو مسكني فتره في الترقي في البلديه. فراح الانتاج. كان الفتره دي كابتن طارق يحيى كان ماسك المقصه. كان ماسك الانتاج وهيروح المقصه، فخد 6 لعيبه من الانتاج للمقصه. حلو. كابتن مصطفى كمال وفؤاد سلامه صح والعيدروسي والناس. فكان ايامها الوزير سيد مشعل على ما اعتقد. قال لي كابتن اسامه انت معاك ميزانيه مفتوحه، هات اللعيبه اللي انت عايزها. حلو. عشان طبعا الكابتن طارق خد اللعيبه، فهو ايه عايز يعوض في المؤسسات العسكريه. ما تدفعش المبالغ الكبيره. ماشي. فكلموا النادي الاولمبي ورحت ايامها ب 800,000. فكان مبلغ برضو طبعا. كان رقم بالنسبه للانتاج. فكان كل لما سياده الوزير يشوفني يقول لي
انت اغلى لعيب دخلنا لنا، انت اغلى لعيب جالنا، انت لازم تعمل الموسم كويس، لازم تسمع. والحمد لله عملت 3 مواسم ونص في الانتاج، كانوا كويسين جدا. السنه دي انضميت فيها المنتخب مع بوب رادلي، بس باللعب نادي الزمالك جالي الخلفيه فما سافرتش معاهم ماتش قطر الودي. كان الفتره دي كان عاشور التائي وتمساح الناس دي كلها، كان هو عايز يوسع الدايره شويه، وداوده والناس دي كلها. سبت الانتاج ما جددتش لان كابتن اسماعيل يوسف جه مسك الفرقه في اخر سنه وطلب مني ان اجدد، بس انا كان جاي للشرطه، وكانت الفتره دي كان كابتن حلمي طلب مسك الشرطه، وكان كان عامل فرقه جامده جدا. خالد قمر بقى وداود ومعروف يوسف ودودار وعماد حلمي ونجيب. كانت فرقه تقيله جدا. مش الكابتن حلمي وجا مسك الكابتن خالد القماش. رحت السنه دي الشرطه، عملنا برده موسم كويس قوي، فنشنا، لعبنا مع نادي الزمالك اخر ماتش، كان ايام الدوري مجموعتين وكانوا بياخدوا اول وثاني واول وثاني، ما صعدناش على بنط لان نادي الزمالك كسبنا في اخر ماتش 4-3. صح، كان لسه مصطفى فتحي واوباما كان لسه طالعين. كان ميدو اللي ماسك السنه دي. ايوه، عملت برده موسم كويس، رحت مدريد في نادي الجيش كابتن انور سلامه، وبعدين اختلفنا شويه في الاخر كده، رحت المقصه مع كابتن ايهاب جلال. بالمناسبه بدعي له طبعا بالشفاء ان شاء الله، يقوم بالسلامه باذن الله. يا راجل جميل، سلام من الناس المحترمين جدا قوي قوي. عملت موسم كويس جدا في المقصه، ده الموسم بالنسبه لي اللي كان يعني من احسن مواسمي بقى في الاربع خمس سنين مع كابتن ايهاب جلال. ايهاب جلال في المقصه. اوكي، فنشنا الموسم ده رابع، دي الفرقه بقى اللي كانت بتضرب نار. هاني سعيد بقى وحسين الشحات واحمد السيد. لا ده حسين كان لسه، يعني حسين كان لسه بيطلع، كان لسه جاي من شباب دخان وكابوريا، ومصحى كان لسه جايين لنا. بس السنه دي بقى كان هاني، كابتن هاني سعيد، كابتن ايهاب عبد العزيز، عبد الله فاروق، سيد حمدي، كابتن عبد الواحد السيد، مصطفى كمال. كنا فرقه تقيله جدا، مش عايز انسى حد يعني، احمد بكري وميدو. كنا فرقه تقيله، عملنا كنا بادئين وحش جدا. يعني بدانا السيزون ده وحش جدا، اول 4-5، وكان احمد الشيخ كمان كان موجود. بدانا السيزون وحش، وبعدين فنشنا بقيه السيزون كويس جدا، وفنشنا رابع السنه دي. كابتن حسام حسن كلمني، كان عايزك في المصري. انا عايزك، لا هو قال لي انا عايزك معايا. فين بقى لسه؟ هو كان الفتره دي هيمسك الاتحاد هيمسك المصري. حلو، بس انا قلت له يا كابتن يعني ايه، لو انا والدتي اصلا بورسعيديه، وانا كنت ميال شويه للنادي المصري، لان وانا في الاولمبي كنت مضيت واخدت مقدم تعاقد، بس النادي الاولمبي ما رضيش يمشي، كابتن احمد الكاس ما رضيش يمشي، وكان عايز ننزل العب معاهم في الدرجه الثانيه، وانا يعني حصلت شويه ظروف كده فالموضوع باظ. ماشي، فقلت له يا كابتن ان شاء الله هبقى معاك. فاتاخر قوي الكابتن حسام، والسنه بدات تخلص، وانا خلاص يعني في المقصه مش هكمل، لان كان في شويه خلافات كده في الاخر مع حد كده في الجهاز، فما كنتش عايز اكمل يعني. ماشي، فجاء اللي هو مشهور كلمني قال لي انا عايزك معايا في حرس الحدود. قلت له، كان الوكيل بتاعي ياما سيد مرعي وميدو حزين، قالوا لي تعال روح الحرس وكده، وهم بيعملوا فرقه كويسه والدنيا تبقى تمام. قلت له يعني انا عايز ابعد عن شويه عن حته المؤسسات، لاني انا بحب العب جمهور وبحب الحته دي. ماشي، قال لي طب خلاص تعال، احنا مش هنخسر حاجه، هنروح نمضي ونقعد، ولو جالك حاجه انا هتفق مع الراجل اللي هو يسيبك. ماشي، قلت له الدنيا صعبه في المؤسسات العسكريه، صعب اللي انا ابقى ماضي واخد مقدم تعاقد وهيقول لي امشي، يبقى الموضوع صعب. قال لي لا احنا متفقين، لو جالك حاجه زينا يعني، جالك حاجه كويسه وانت عايز تمشي خلاص، الناس دي مش ما بتمسكش في حد. قلت له خلاص ماشي. انا مضيت النهارده، كابتن حسام مسك المصري تاني يوم. متأكد؟ فطبعا يعني تاني يوم الدنيا كابتن حسام كلمني، يا سعيد انا مسكت، انت معايا. ماشي، طبعا لو انا قلت لكابتن حسام انا مضيت في المصري في الحرس هياكلك. الدنيا هتسود. فقلت له خلاص ماشي يا كابتن، انا معاك. قال لي بكره نتقابل في المكان الفلاني عشان تقعد مع الناس وتخلص. حلو، قلت له حاضر. قفلت معاه، رحت مكلم سيد وميدو، قلت له حصل كذا كذا كذا، ايه الوضع؟ قال لي ده. قلت له لا، قلت له انا مش، انا معايا لسه الشيك هجيبه لك، ترجع الشيك، وانا مش هينفع واخد عقودي وانه بص انت كده يعني، انا كده هبطل، لان انا قايل لك القصه دي يعني. يعني كانوا ايه، كانوا بيرجعوا في كلامهم بقى، قالوا لك لا يلا على الحرس تاني وبتاع، ولا ايه؟ قالوا لي لا لا مش هتمشي. هم كانوا بينيموك يعني وقت ال يعني هو وفضلت هو. وفضلت مثلا يعني انا رحت مضيت في المصري وانا عندي مشكله في الحرس والناس مش عايزه تاخد الشيك، ولا انت موجود معانا وبعدين خلصت ازاي بقى؟ خلصت بقى، انا كلمت كابتن حسام قلت له كان في 1-2-3 وانا حصل كذا كذا كذا، فكابتن حسام كلم اللي هو مشهور وقال له الولد مش عايز يبقى موجود وبتاع، وهيبقى الدنيا صعبه بالنسبه له.
كان الكابتن احمد بسوني بقى في الفتره دي مسك هو اصلا من كفر الشيخ فكان زعلان مني جدا فقلت له لا انا لما مضيت ومشيت حضرتك ما كنتش موجود وانا حابب المكان ده اللي انا اروحه عايز اروح لمصر عايز اروح لمصر ماشي. وكانت بقى دي البدايه بصراحه يعني قعدت 3 سنين ونص في النادي المصري يعني دول من ممكن انا اكون في الفتره دي مش زي فتره الانتاج والمقصه والشرطه بس انت عارف الجمهور بيديك طاقه زيادة. 100% صح يعني انت مثلا لا بس 50... انت عملت مواسم جامده طبعا بس انا كنت شايف ان انا في مواسم عملتها اجمل احلى من ده احلى من موسم يعني مثلا موسم المقصه كان احلى موسم المقصه كان احسن الشرطه سنه ونص في الانتاج كانوا كويسين بس انا بقول لك يعني انا في المصري لو انا كنت في الفتره بتاعت المصري دي نفس القوه بتاعه الثلاث مواسم دول يعني شوف انا رحت المصري والناس الحمد لله والجمهور بيحبني جدا وانا بعتز بهم جدا ومن الناس اللي اثروا فيها جامد جمهور بورسعيد بصراحه وبحترمهم جدا بس انا بقول لو كنت انا رحت في الفتره دي صح. المصري لا كنت كسرت الدنيا انت رحت المصري كمان. ايه كان عندك كام سنه انا رحت المصري 28 29 مثلا 32 ده 31 ماشي رحت 31 رايح المصري 2015 14 15 حلو والسنه دي احنا رحنا ما كانش فيه لعيبه معروفه من الكابتن حسام جابها غير 3 او 4 لعيبه عاوز اقول كلمه انا وكان في اسامه العزم موجود وكان في رؤوف واحمد جمعه كان راجع من الاعاره من الشرطه وكان سيد عبد العال وعمر وسط يعني دول الناس اللي معروفين بقيه التيم من بقى حاجات ثانيه يعني كابتن جاب كابوريا وجاب مصعب من المقصه لان كان اخر ماتش في الدوري كان الكابتن حسام ماسك الاتحاد واحنا بنلعبه المقصه والاتحاد بيلعب وهو بقى هيكمل في الاتحاد يمسك حاجه ثانيه ماشي فهو شاف كابوريا وشاف مسعد وكان هما بدأوا يلعبوا في الفترة دي شوية وكان عايزه فطبعا وأيمن وأحمد أيمن منصور فكل الجمهور ما بروح نتمرن في ملعب المريخ الموضوع صعب هما شايفين لعيبة صغيرة وثلاث أربع لعيبة فالجمهور كان قلقان من الفرق بس عملت موسم حلو أحسن موسم عملناه في النادي المصري خلصته تالت فنشنا تالت ويعني احنا المفروض تالت بس الموجات المباشره بيننا وبين سموحه كان فرق جون فهو خد تالت واحنا خدنا رابع السنه دي احنا استنينا الاهلي يلعب انبي عشان الاهلي يكسب انبي احنا خلاص نلعب كونفدراليه عشان الكاس من احسن المواسم اللي النادي المصري عملها لان كان بقالنا فتره كبيره قوي النادي المصري بينافس على الهبوط والجمهور مش راضي صح فالسيزون ده لا عملنا مع اننا برده كنا بادئين بداية وحشة جدا صح كنا بادئين اول 3 ماتشات عندنا بونت والجماهير بدأت بقى ايه يعني تزعل جامد زعلانة وبعدين كان دلوقتي النادي المصري بيلعب في برج العرب فمشوار طبعا وارهاق على الجماهير السنة دي احنا كنا بنلعب في اسماعيلية ماشي فكانت قريبة جدا من بورسعيد نص ساعة يبقى الجمهور كله موجود وكان لسه بقى موضوع الجماهير موجود والناس بتروح تتفرج على الماتشات وكده كانت الاجواء حلوة عملنا موسم كويس وفنشنا رابع ولعبنا افريقيا ودي غالبا ده الموسم اللي رجع المصري بقى الحته دي من ساعتها هو ده اللي رجع للنادي المصري البطولات الافريقيه لان كان بقاله فتره كبيره من 98 كاس مصر ما كانوش بيلعبوا افريقيا او لعبوا بعدها شويه وبعد كده خلاص طبعا حصلت الحوار بتاع بورسعيد والنادي المصري والاهلي ولعبوا وتوقفوا سنه وكانوا بيلعبوا في السويس كانت الدنيا مش مظبوطه فده يعتبر الموسم اللي بقى بدا يرجع الناس كمان لتشجيع النادي المصري تاني ويرجعوا يبداوا يشجعوا تاني حلو وبعدين بعد الثلاث سنين ونص دول بقى ايه اللي حصل ثلاث سنين ونص بقى حصل بقى فيها ايه شويه دروبات كده في النص كده رحت اعاره الاسيوطي في نص قبل ما بيراميدز السنه اللي بعدها برضو ده برضو من اللي حصل يعني الحمد لله على كل حاجه بس يعني في حاجات بتحصل كده تريكات يعني بتبقى طبعا خارج عن ارادتك كنت انا رايح اعاره كان الكابتن علي ماهر رحت 6 شهور عملت 6 شهور نموذج مع الكابتن علي ماشي. كنا فرقه برده يعني متجمعه كان اوكا وحماده طلبه وعنتر بقى والناس دي وعمر بسام عملنا 6 شهور كويسين المصري طلب فسخ الاعاره فسخت الاعاره ورجعت للنادي المصري تاني لعبت اول ماتشين وبعد كده الكابتن حسام رايحين التمرين كده فراح مناديلي قال لي عايزك خير يا كابتن قال لي تعالى لي عند في الاوتوبيس من قدام كده قلت له خلاص هو كان بيقول لي مراد على طول ما كانش بيقول سعيد تعالى مراد رحت له قال لي بص انا شايفك زي فلان كده في فرقته مين فلان ده حد في مصر يعني حد لعيب ماشي فقلت له بس معلش يعني يا كابتن هو مبطل يعني هو بيبطل لكن انا لسه ف
فانا مش حابب العب الدور اللي حضرتك بتقول عليه ده. طب انت رجعتني ليه؟ قال لي لا واسمع كلامي ومش اسمع كلامي. قلت له يا كابتن هيبقى الموضوع صعب بالنسبه لي، انا لسه قدامي. طب هو معلش، هو شايفك زي فلان ده كان قصده ايه؟ ان انت ما تبقاش لعيب اساسي، ان انت تبقى يعني بس يعني بس بيجيبها يعني بطريقه شيك شويه يعني. ماشي، مش عايز يديها لك صريحه كده يعني. ليه؟ لان انا ما فسخنا الاعاره ورجعت، انا رجعت حبا في النادي وفي الجمهور. وطبعا وجود كابتن حسام كان حصل خلاف بيني وبينه، وبعد كده خلاص انت طلبتني تاني ان انا ارجع فرجعت. ماشي. الفتره دي كان عندنا نهائي كاس مصر، خسرنا فيه 2-1 في ماتش غريب كده، كنا كسبانين لغايه الدقيقه 113. ده اللي هو ايه؟ ماتش الاهلي، ماتش الكاس، ماتش الاهلي. عمر جمال وفتحي. ايوه ماشي. وهنلعب السوبر بقى في الامارات. فانا راجع ان انا اسافر معهم سفريه الامارات عشان نلعب الاهلي في السوبر. ماشي. رجعنا الكارنيه بتاعي طلع وكل حاجه والتاشيره حتى، يعني انا اتقال لي بقى الكلام ده بعد كده، والتاشيره طلعت مش ما اتخدتش عشان كابتن حسام ما كانش عايزك، مع ان هو اللي طلبني ان انا، مع انك هو بس حسن. هو اللي طلبك ولا هو يعني طلبك علشان الجمهور كان عايزك مثلا؟ والله ده اللي انا فهمته بعد كده، اللي انا الفتره دي كان الجماهير، كان الفرقه برضو مش ماشيه كويس يعني، فكان عايز يلم شويه ناس. وانا كنت ماشي كويس، كنت ماشي كويس في الاسيوطي. فبدات الناس تتكلم، طب الراجل ده كان ماشي كويس، طب انت طلعته عاره ليه وسبت فيه لعيبه او جبت لعيبه؟ الجمهور كمان في بورسعيد بيبقى ليه تقدير شويه للعيبه القدام، واللعيبه اللي بتعمل مواسم كويسه او اللعيبه اللي بتحس بالجماهير هو جمهور بورسعيد كده. فما انا رجعت طبعا ما لقيتش بقى ايه الفتره دي، ما لقيتش التقدير اللي انا كنت مستنيه، اللي انت خرجت من الاعاره ورجعت. ماشي. فحسيت بقى ان انا ماليش دور. ففي نهايه السنه قلت لهم انا يا جماعه انا هطلب ان انا اطلع اعاره. كان فاضل لي سنه في عقدي، انا كنت مجدد مبدئيا، انا جددت على بياض. كان في الوقت ده مهندس محمد قبيل من الناس اللي انا قعدت معاه وما اتكلمتش معاه في اي حاجه. انا خلصت عادي، وفي الفتره دي كان كابتن احمد حسام ماسك دجله وطلب مني ان انا اروح، وانا كنت فري يعني، انا يحق لي ان انا امضي وخلاص. بس انا احترمت النادي واحترمت المكان ومضيت على بياض. اوكي. فرحت المهندس محمد قلت له انا مش هينفع اكمل، هو الراجل خلاص مش عايزني، فانا اطلع اعاره. فقال لي الكابتن لا مش عايز يمشيك وتحط قائمه انتظار. قلت له طب ليه هتحط قائمه انتظار ليه؟ قلت له الطبيعي اللي انا حد من موجود في الفرقه بقالي 3 سنين وانا بقول لك انا خلاص يعني. قال لي والله دي مش بتاعتي يا سعيد، وانا هحاول اسعى لك ان انا ايه ما خلي يعني ما دخلكش قائمه انتظار. كان بقى اتحاد الكوره كان عامل حاجه غريبه كده، تحط قائمه انتظار ويعني حاجه تزهق بصراحه. اللي انت تفضل من 8 لواحد مستني وممكن في شهر واحد يروح جاي مقيدك، فانت تلعب وانت اصلا بقالك 4 شهور قاعد في البيت ولا 5 شهور. فقلت له لا. قلت له بص يا باشمهندس، انا لو عمل معايا كده انا مش هاجي اصلا. يعني انا قصه اللي انا دي مش هاجي. قال لي طب خلاص ايه، احنا هنحاول وهنضغط وبتاع. قلت له بص انا كده كده ولا هشتكي النادي المصري ولا هقف على فلوس ولا الكلام ده خالص، فانا كده كده لو انتم يعني لو الموضوع اتحل انا هستغنى عن كل فلوسي وعن مستحقاتي وامشي، لان انا مش هينفع ان انا اعادي الناس في بورسعيد، لان الجمهور بيحبني. صح. فمش هينفع ان انا اعاديهم. قال لي خلاص ماشي. المهم قعدنا فتره كده لغايه ما الموضوع تم ورحت حرس الحدود. كان الكابتن عماد سليمان اللي ماسك الحرس. ماشي. قعدت في الحرس 6 شهور، كنت ماشي كويس قوي في بدايه السيزون. كان الفتره دي امام عاشور كان جاي لنا من غزل المحله. وكان ابراهيم عبد الخالق معانا ومصطفى طلع، كنا عاملين برضو فرقه كويسه. كان الكابتن عماد عامل فرقه كويسه. الكابتن عماد سليمان مشي. جه الكابتن طارق العشري وكان تمساح معانا كده. من اول يوم انا مش عايز سعيد ومش عايز تمساح. من اول انت يوم. ولا احمد تمساح. واحنا مشينا اصلا في يناير يعني. انا مشيت في يناير رحت الداخليه وتمساح متهيألي راح بتروجيت. فده بقى الست شهور دول يعني صعبوا لي الدنيا خلاص بقى. انت عارف انت بتكره الكوره وكل ما اختياراتك بتقل والحاجات اللي قدامك بتقل والحاجات اللي قدامك بتقل. وبعدين كمان بعد ما مشيت من الحرس يعني اختياري برضو اللي اخترت الداخليه عرس ورحت لهم 6 شهور، فكانوا اسوأ 6 شهور في حياتي في الكوره كلها. بدات الدنيا بقى تسود في وشي، مش عارف اخد قرار اصلا صح. بدات قراراتي كمان تاثر عليا على نفسيتي مع اولادي، وانا عندي 3 بنات. ربنا يخليهم لك. الله يخليك. فبدات اتاثر كتير ومش عارف اخد قرار. لا انا عايز امشي مش هكمل. الداخليه اخر 4-5 ماتشات بينزل لعيبه بتيجي من البيت تلعب وانا بتمرن.
كانت قصة غريبة كده يعني، حاجات انا ما شفتهاش في الكورة خالص يعني. فخلاص فقررت انه خلاص عايز ابطل خلاص. طبعا هم استغنوا عني بقى في ايه، في اخر يوم في القيد عشان تتزنق. فتزنقت. اتزنقت طبعا، ده طبيعي طبعا. كان ايام الممتاز بقى كله قفل، كان كفر الشيخ بتلعب ممتاز بقى، وفي قرار هينزل او هيقعد، فالناس كلموني طب وخلاص، طب ما تيجي 3 شهور ومش عارف ايه والكلام ده. قلت لهم هرجع العب تاني ممتاز بقى. لا ده طب انا هلعب في القاهره، اخترت كفر الشيخ، قلت بيتي وانا بدات هناك خلاص انهي هناك. كانوا جالهم قرار ان هم يلعبوا درجه ثالثه. ماشي. طبعا انت نازل من الممتاز على درجه ثالثه على طول، مفيش يعني مفيش وسط، مفيش يعني وسط. حتى سبحان الله يعني، انت شاء القدر اللي انت تصعدهم تاني، اصعد مع الفرقه تاني، وجبت 16 جون السنه دي، وصعدت الفرقه تاني ممتاز بقى. ورحت شويه بالاس مع كابتن هيثم عرابي، كلمني قال لي تعالى العب معايا السنه دي وهتبقى سنه كويسه. وبعد كده رحت صيد المحله، لعبت معهم نص موسم في الممتاز بقى، وبطلت خلاص. مش وقررت تقطع علاقتك بالكوره ولا التدريب والحاجات دي كلها في البال؟ لا انا 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 واخد قرار ان انا خلاص هبطل وهشتغل في انا حابب المجال اللي انا في الكوره في التدريب. ماشي. انا كان في يعني كان في مدربين وانا بلعب كانوا في حاجات كتير كنا بنتكلم فيها، كان منهم كابتن حسام يعني، كنا على طول نتكلم مع بعض في الكوره وفي الماتشات، والماتش ده في اختيارات كنا بنتكلم. ماشي. وكابتن حسام كان بيحبني جدا، هو اتقلب عليا مره واحده كده ما اعرفش ايه السبب. ماشي. بصراحه يعني. هسالك عن الموضوع ده. ماشي. بس وبعد كده بقى قررت ان انا خلاص هبطل واتجه لمجال التدريب. فانت اخدت خطوات في موضوع التدريب؟ اه طبعا، انا اول ما بطلت كنت انا اصلا واخد الدورات. ماشي. وانا بلعب وبعدين كلمني بصراحة دكتور ميمي عبد الرازق، قال لي انا عايزك معايا في القطاع. حلو. تشتغل معايا في القطاع وكده، وانا عارف ان انت الناس بتتكلم عليك كلام كويس. رحت اشتغلت معهم 3 شهور. الناس هناك بصراحة كانوا عاملين لجنة اختبارات الاول، وانا كنت موجود في اللجنة اللي هي الاختبارات في النادي المصري بتاعت اختيارات الناشئين. وبعد كده مسكت فرقة 2001، قعدت في 3 شهور. وبعد كده اتفاجئت كده وانا نايم، صحيت من النوم لقيت في مسج بيقول لي مستر كامل كان مسك النادي مش عايزين مدربين مغتربين. من غير سبب كده؟ من غير اي حاجه. قلت لهم مفيش اي مدرب في القطاع مغترب غيري. انا الوحيد اللي مغترب، الباقي كله من بورسعيد. يعني معنى كده ايه؟ مش عايزين سعيد. بس هما مش يعني مجملينها شويه. فانا خلاص ما رجعتش لحد. انا شفت البيان نزل على الصفحه بتاعت النادي، واخد بعضي وماشي على طول. قعدت بس مكمل في قصه. قعدت شويه وبعدين مسكت البلديه 2008. صعدت معاهم دوري قطاعات، وبعدين السنه اللي فاتت كنت بلعب ماسك 2003 جمهوريه بلديه المحله برضو. عملت معاهم موسم كويس. وفي كام حاجه بقى كده، بس الواحد يعني مش عايز يختار اختيار غلط وبعد كده يرجع يندم عليه. صح. فمستني مش قصه اللي انا عايز امسكه خلاص. ايوه طبعا، يعني انا محتاج تتأنى قبل ما تختار يعني. محتاج كمان يعني حتى لو هشتغل مع حد يبقى الحد ده حد يضيف لي يعني انا استفاد منه. صح. لان برضو في حاجات بتجي لي بس الحاجات ايه يعني مش هتبقى مفيده. خايف اخد الخطوه وبعدين ارجع اقول يا ريتني ما خدتها. فمستني ان شاء الله حاجه تيجي كويسه ان شاء الله باذن الله تيجي حاجات كويسه كتير. بس تعالى نطلع الفاصل بقى ونرجع نلعب عشان عندي ليك اسئله صعبه شويتين. يلا بينا بعد الفاصل نكمل كلامنا مع سعيد مراد، واحد من نجوم الدوري المصري. خليكم معنا. السماعه في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. واحد من نجوم المصري البورسعيدي والدوري المصري بشكل عام سعيد مراد ضيفنا في الساعه الثانيه النهارده. طبعا في الساعه الاولى كان معانا ابراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق. تعالى بقى ايه اسالك شويه اسئله سريعه كده. الاول قول لي احسن تشكيله تشوفها دلوقتي لمنتخب مصر من وجهه نظرك حاليا. يعني لو انت النهارده مدير فني منتخب مصر وعندنا بكره فاينل افريقيا، هتلعب بمين؟ الشناوي محمد اكيد. محمد الشناوي. ماشي. 2 مساكين. عبد المنعم. ماشي. ورامي. رامي. اوكي. ماشي. باك يمين. وباك يمين. ما فيش دلوقتي غير هاني.
في هاني وعمر كمال وعمر جابر. ما هو عمر انت بتتكلم على الاختيارات. انا بكلمك على الاختيارات اللي موجوده. لا 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 عمر لا لا عمر لا لا عمر مش الاختيارات. انا بكلمك انت اختياراتك انت. انا اختياراتي هيبقى هاني و باك ليفت محمد حمدي ماشي و... نص الملعب نص الملعب امام مروان شحاته ماشي تريزيجيه صلاح مصطفى محمد. مصطفى محمد ماشي. قول لي احسن 11 لعيب شفتهم بعينك في مصر. 11 لعيب شفتهم بعينك يعني مين احسن حارس مرمى شفته بعينيك؟ حضري. مين احسن اتنين مساكين شفتهم بعينيك؟ وائل جمعه وابراهيم سعيد. ماشي. مين احسن باك يمين شفته بعينيك؟ انا شفت بعيني سمعتش عنه يعني اتفرجت عليه في ماتشات في حاجات في بطولات كبيره. كابتن ابراهيم حسن. ماشي. باك شمال. باك شمال سيد معوض. حلو. نص الملعب شوقي وحسني وغالي. الله ماشي حلو ده. والثلاثة اللي قدام تريكا ماشي وكابتن حسام حسن ماشي. التالت بقى فاضل لك ايه؟ 30,000 واحد واقفين لك مستنيين. صلاح. وصلاح. ماشي حلو ده. ماشي اتفقنا. ندخل بقى على مع اني برضو عايز اقول لك على حاجه قبل ما ندخل في السؤال الثاني. هو في جيل كامل انا برضو ما مش عارف كابتن جيل كابتن حسن شحات. اه طبعا الجيل كله كان متكامل. الجيل كله كان متكامل. صح. بصراحه يعني صح. كان في ناس كانت في الفتره دي جامده جدا بصراحه يعني. انا موافق جدا. وانت حطيت في نص الملعب والمساكين والحارس واللي بتاع. انت يعني حطيت الجيل ده تقريبا. لكن طبعا الجيل اللي قبل كده انا يعني ما انت قلت لي اللي انت شفته. لان انا حتى الكابتن حسام انا شفته يعني شفته هو بيلعب لان انا لعبت قدام الكابتن حسام قبل ما يبطل. ماشي. بس ماشي. الفتره دي كان يعني بيفنش بس الكابتن حسام ما كانش يعني احسن مستوياته يعني. بس الكابتن حسام احسن تسعة يعني ما جاش زي انا بالنسبه لي انا في مصر. حاجه. وانا بالنسبه لي ما اعرفش تتفق ولا لا بس انا بالنسبه لي هو تقريبا هو اعظم لعيب جه في مصر. مش احرف ولا هو اعظم لعيب من نجاحاته من المشوار القوي اللي عمله يعني. سيبك من صلاح برضه عشان اطلعه بره القصه. لا صلاح بس انا بكلمك صلاح حسام حسن انه يكسر الدنيا في الاهلي والزمالك والمنتخب كل الفرق اللي راح حتى في النادي المصري طبعا الترسانه طبعا حتى مراحل الاتحاد في كل الانديه اللي لعب فيها. لا هو كان ليه بصمته بالظبط كده. ماشي. هندخل بقى على الحقيقه في دقيقه. هسالك شويه اسئله ما تفلترش الاجابه واللي تيجي في بالك قولها. ما تقلقش انا عارف واضح من الاول يعني فتمام. ماشي. الاهلي والزمالك فاوضوك كم مره في مشوارك؟ مرتين. الاهلي مرتين والزمالك مرتين. لا. الاهلي مره والزمالك مرتين. مره وانا في كفر الشيخ اللي هي اللي حكيت لي عليها اللي هي كفر الشيخ طلبوا مليون جنيه. فالزمالك استغلى ده. الكلام ده كان 2001 2002. ومره وانا في الانتاج كان الكابتن حسام مدير فني الزمالك. حلو. وكان عايزك معاه. ماشي. وبعدين ايه اللي حصل؟ الموضوع ما لان الكابتن حسام بعد ما كنت انا وحازم فتحي كان بيلعب سيرد باك وكابتن حسام ما كملش الموسم. فلو كان كمل كان هياخدك انت وحازم فتحي. ماشي. اوكي. بالفعل كنت ماضي كمان. مضيت ها؟ كنت انت في المرتين مضيت؟ صح كده؟ اوكي. في المرتين مضيت. النادي الاهلي كان كلام بس. امتى؟ يعني حد كلمني في 2015. ماشي. قبل ما اروح النادي المصري. اوكي. بس انت كنت مش صغير. انت كان عندك ايه 30 سنه مثلا؟ كان عندي 28 سنه. 28 سنه. اوكي. ماشي. حد كان كلم الوكيل ورحنا قعدنا بس ما كانتش حاجه جاده قوي يعني. أوكي. لكن نادي الزمالك انا مضيت فعلي في المرتين. مضيت في المرتين. ماشي. لكن النادي الاهلي كان كلامه وكلام واقف ما راحش المدى بعيد يعني. طب انت ما لعبتش للاهلي ولا للزمالك بس اكيد ميال لحاجه فيهم صح؟ انا ما لعبش للاهلي ولا للزمالك بس انا بص يا كابتن كريم انا يعني انا قبل ما اروح النادي المصري بحب النادي الاهلي بشجع النادي الاهلي. ماشي. عادي. ماشي. لكن بعد ما رحت النادي المصري ما بشجع بقيت مصراوي خالص يعني انت وانت في كفر الشيخ بتبتدي لحد المشوار اللي قبل المصري انت اهلاوي. لان انا يعني العيله عندي كلها اهلاويه. ماشي. حتى بنتي انا جودي بنتي اهلاوي كل بالصغيرين الكبار. ماشي. لا جيلاني الصغيره مصراويه جيلاني يعني مش متابعه الكوره قوي. اوكي. لكن انا على طول دلوقتي في صدام مع جودي
هي اهلاويه اهلاويه صميمه وانت مصراوي وانا مصراوي. وبعدين بقى انا بقعد انزل لها صور كتير وهي لابسه تيشيرت المصري وهي بتتضايق تقول لي انا بحب المصري عشان هم بيحبوك لان هي شافت كمان الفتره اللي انا كنت فيها في المصري كانوا بينادوا عليا ابو البنات وكانوا عاملين لي اغاني في في الماتشات بس هي طبعا انا ما اقدرش احكم عليها لا مش تتدخل يعني لكن انا انا من بعد ما رحت النادي المصري لا ميولك الا للنادي المصري حتى طب انت قلت لي انك في الاول كنت اهلاوي قبل المصري مش كنت اهلاوي انا كنت بحب النادي الاهلي بتفرج على النادي الاهلي يعني كنت بتفرج على النادي الاهلي اهلاوي بس بتفرج على النادي الاهلي كنت ماضي في الزمالك مرتين عادي تعرف تفصل يعني اكيد طب انا لما رحت النادي المصري خلاص انا ما كنت احسن ماتش بس المصري غير الاهلي احسن ماتش بعمله قدام الاهلي والزمالك انت زملكاوي تلعب في الاهلي عادي اهلاوي تلعب في الزمالك عادي على فكره في عادي في لعيبه كتير كده انا عارف في لعيبه مش يعني في لعيبه كانت معايا كمان كانت اهلاويه وبتلعب في الزمالك ايوه طبعا وفي لعيبه في الزمالك واهلاويه صميمه عارف والله عارف وعارف بالاسامي هي قصه بس اللي انت تقدر تفصل ايه يا كابتن اللي ده اكل عيشك ما انا فاهم ده بس بيبقى في واحد متعصب قوي يا سعيد فاهم قصدي يعني في واحد بيبقى بجد اللي هو البيت كله بيشجع النادي الفلاني بقلب جدا وبتاع وهو بيروح النادي التاني لا انا ما عنديش ما كانش عندي القصه دي في البيت عندي يعني والدي الله يرحمه او والدتي او اخواتي او كده لا ما كانوش اللي هم يعني مش متعصبين مش متعصبين الدنيا سهله حتى يعني. انا بقول لك وانا قبل ما اروح النادي المصري ماشي. حتى تشجيع للنادي الاهلي مش التشجيع اللي انت متعصب له اللي لو الاهلي خسر هتبقى زعلان يعني في بتبقى في حته كده في لعيبه الكوره يعني ما بيبقاش متعصب قوي يعني غير يعني. اللي ايه اللي مثلا لعب في النادي الاهلي فتره لعب في الزمالك فتره فبيبقى متعصب للماتشات بتاعتهم وبيبقى عايز يشوفهم بيكسبوا على طول او بيعملوا نتائج كويسه على طول فده اللي بيبقى متعصب لكن انا برضو كتر الانديه كمان اللي انا لعبت فيها كسر عندك الحته دي كسر عندي الحته اللي انت تبقى منتمي للحاجه بعينها لكن دلوقتي لا انا النادي المصري ما مصراوي 100% مع ان جميل. خلي بالك يا كابتن كريم انا حصل لي دروبات كتير في النادي المصري بس بعيد عن يعني بعيد عن اشخاص مش النادي طبعا مش يعني الجمهور اشخاص يعني. لكن الجمهور لا الجمهور انا بنزل بورسعيد لحد دلوقتي او بنزل اي حاجه لا الجمهور بصراحه بيحبيني جدا وانا بحبهم جدا وبعزهم جدا صح المصراوي بيحبوا وامنيه حياتي بجد ان النادي ده او الجمهور ده يلعب في بورسعيد او يلعب في مكان قريب من بورسعيد انا عايز اقول لك ان انا لما نزلت ان انت معايا في البرنامج البورسعيديه بعتوا لي كتير ايوه كده والله الناس بتحبك صراحه يا كابتن كريم انا ما شفتش منهم غير كل خير وبتمنى صح. بجد بتمنى يعني انا كنت اتمنى ان انا اشوف النادي المصري بطل كاس مصر كان نفسي كنت اتمناها كان امنيه حياتي اشوف النهائي ده ما بين الاسماعيلي والمصري وانا انا كنت كاتب على الصفحه عندي كده يعني انا ما وصلنا السيمي فاينل لا قلت يا ريت المصري والاسماعيلي بالظبط اي حد ياخدها بقى انا هبقى ماتش فيه جماهير والناس لكن برضه كابتن مع احترام النادي بيراميدز والنادي زد انديه محترمه وفيهم لعيبه محترمه وادارات محترمه بس الملعب فاضي صح مش نهائي كاس مصر مش نهائي كاس عادي ماتش عادي يعني انا ما شفتش نهائي كاس مصر كده بصراحه صح كده يعني. انا كنت على طول نشوف نهائي كاس مصر الاهلي والمصري الاهلي والزمالك الانديه الكبيره دي تلاقي الاستاد متقفل بطوله يعني صح. بتدي طبعا كويس موافق جدا ماشي هحكي لك بقى عن اشخاص او هقول لك اشخاص حصل ما بينهم مشكله وانت وهم يعني وقول لي ايه اللي حصل بس سريعا جدا مشكلتك مع حسام حسن كابتن حسام من الناس اللي ما كانش بيحب حد يعني يجادل معاه في الكلام ممكن دي تكون انا كانت حاجه سيئه فيا بس انا ما كنتش بتكلم غير في الصالح يعني مثلا كابتن حسام مثلا يعني في حد فانا كنت بيني وبين كابتن حسام اقول له كابتن ما كانش ينفع لان بدوري اللي انا كنت كابتن من كبات الفرقه ومن الناس الكبيره فاللعيبه كانت بتيجي تشتكي صح فكنت بروح اتكلم معاه في الحته دي فممكن هو ده السبب الصدام اللي حصل بيني وبينه اوكي مشكلتك مع كابتن طارق العشري لا هي مش مشكله اصلا هو الكابتن طارق جه من اول يوم قال لي انت مش معايا كان في اصلا كان في يعني الكلام كان في مشكله بيني وبينه وانا في الاسيوط وهو ماسك دجله كنا احنا كسبناهم 2-0 واحنا بنحتفل وبتاع فهو اتكلم وانا اتكلمت يعني رديت عليه بس ما كنتش متوقع اللي هيبقى فيه شايلان مني او حد يبقى شايل مني للدرجه دي يعني والله لان انا حته الكوره كمان يعني انا اما بقيت مدرب حتى لو في مشكله شخصيه مع لعيب بفصلها عن الملعب يعني انا ليا اداء اللعيب ده في الملعب ده كويس وبيكسب الفرقه شخصيته بره الملعب دي حاجه تخصه هو مش تخصني انا لكن مادام هو بيأدي الدور اللي انا بقول له عليه ملتزم في التمرين ما بيغيبش دي الحاجات اللي انا بحاسبه عليها مش حاجات تبقى بره الكوره اوكي اتظلمت في المنتخب عشان ما لعبتش في الاهلي والزمالك
في فترة اتظلمت فيها. أني فترة اللي هي البرادلي فترة برادلي الفترة دي، لأن حتى ما رجعت من الإصابة ما كملت السيزون كويس جدا وما رحتش المنتخب. هي دي تعتبر الفترة اللي أنا اتظلمت فيها. أوكي طيب، بتشوف أنه التحكيم اختلف معاك أو اختلف تعامله معاك من تيشرت للتانية؟ يعني وانت في المصري غير في الانتاج غير في مش عارفين غير فين غير فين؟ طبعا بيفرق؟ طبعا احنا في المصر اتظلمنا كتير قوي. تعرف انا عمري ما سألت السؤال ده حد قال لي لا طبعا ما بيفرقش وحاجات كده، كل الناس قالت لي بيفرق. لا لا بيفرق، وحتى دي مصيبة يعني. طبعا، وحتى الضغط بتاعت الجماهير على الحكام دي موجودة موجوده وبينضغط عليهم في اوقات، وممكن يعني الناس بتخاف من جمهور الاهلي والزمالك وبعدين الاسماعيلي والمصري والاتحاد والمحله والحاجات دي، كل الانديه بقى الجماهيريه الحكام بتعمل لهم حساب. وخلي بالك يا كابتن، الحكام بتعمل حساب للانديه الجماهيريه اللي زي الاتحاد والمصري والاسماعيلي في ملاعبهم. صح جدا، في ملاعبهم يعني جدا. انت معلش لو دول بره ملعبهم عادي، لو اهلي ومصري في استاد بورسعيد غير خالص اهلي ومصري غير اهلي ومصري في برج العرب او في استاد القاهره. طبعا بتبقى الدنيا مختلفه. صح، لان جمهور المصري وجمهور الاسماعيلي كمان بالاخص الاثنين في ملاعبهم صعبين جدا. صح، صعبين، مش صعبين حاجه، مش حاسين جمهور قوي. جمهور قوي بيشجع 90 دقيقه باستماته، والناس دي ما عندهاش غير الكوره. يعني انا قعدت في بورسعيد 3 سنين ونص مفيش المحلات يا كابتن بتقفل وقت الماتشات. احنا لعبنا 3 ماتشات في بورسعيد من بعد المشكله دي ما حصلت، 3 ماتشات بس افريقيا. والسنه اللي بعدها لعبنا برج العرب. ودي حاجه احنا استغربناها جدا. اللي انت رجعت تلعبني تاني في ملعبي وفي افريقيا. طب ايه اللي خلاك تاني تنقلني ماتشات تلعبها برج العرب؟ فالجماهير كانت بتبقى بايته قدام الاستاد والله، اقسم بالله انا عارف. كنت بشوف ده بعيني، شفت بعيني انا كمان وانا حضرت انا كنت بشوف بعيني الناس و500 تليفون كابتن عايزين تذاكر. طب بالله عليك، طب وكنا نحاول بقدر الامكان نوفر للجماهير تذاكر عشان تدخل. لا فهم، لا طبعا الحكام لون التيشيرت بيفرق معاك كتير، بيفرق كتير. طبعا ماشي، الحكام كمان بيفرق معاها ان اللعيب الفلاني ده بتاع مشاكل او لا، فممكن يتلكك له حتى لو ما عملش. يعني دايما كنت بسمع مثلا انه احمد عيد عبد الملك الحكام بتتلكك له، هو ما يبقاش لسه عمل حاجه بس هم عارفين انه بتاع مشاكل. بس طريقه الكلام. يعني مثلا انا نازل دلوقتي الملعب، انا واخد موقف من احمد اللي هو بيعمل مشاكل كتير مع الحكام. ماشي، فطريقه رد فعل احمد عليا في اول حاجه بتحصل بتبقى عنيفه، فبضطر اللي انا خلاص يعني. انت ثبتت لي المعلومه. ماشي، انت دلوقتي لا انت عايز تعمل مشكله. ماشي، عدى عليك مواقف كتيره غريبه، منها موقف كان ليه علاقه بالطياره، صح؟ كانت بتتقلب او هتتقلب حاجه كده. كنا في نيجيريا، كنا بنلعب في فرقه اسمها ايفياني، واحنا المفروض بنعمل ترانزيت في ابوجا، وهناخد طياره للمكان اللي احنا رايحين عشان نلعب فيه. ماشي، فالمفروض الطبيعي ان انت راكب الطياره وبيمشي في الممر. الممر المفروض عادي يعني، في هيعدل نفسه كده عشان يطلع بقى يطلع بتاعه. فاحنا بنبص لقينا واحد بيجري بسرعه مش طبيعيه، والطياره صغيره اصلا يا دوبك البعثه بس. مره واحده كده شفت اللي ركب عربيه وشد هاند بريك، فبنبص لقينا الطياره كلها كل الكراسي على بعض. فاللي هو انت بتعمل ايه؟ ده ايه كان بيعمل ايه ده؟ كان اكنه بيخمس بالطياره، عمل كده بالظبط. فانا مثلا انا كنت قاعد كده، هي طياره صغيره، كنت قاعد هنا رحت الناحيه الثانيه. انا احنا فكرنا اللي هو ده اصلا طيار مصري يعني؟ لا هناك في نيجيريا. نيجيري ها. وحصل لنا موقف برضه واحنا راجعين من بعد الماتش. كان ايامها في عصابات اسمها بوكو حرام او حاجه زي كده. فاحنا المفروض هنطلع في ميعاد. طبعا نادي المقاولين دي اتوبيسات ودي شركات كتير في افريقيا. ماشي، فهم اللي بينقلوا اغلب البعث اللي بتروح من الانديه، هم اللي بينقلوا. حلو، فالمفروض ان احنا نطلع نروح على المطار، فالمسافه دي حوالي ساعه ونص. ماشي، المفروض ان احنا نمشي فيها. فانت ماشي ساعه ونص في رعب طبعا، خايف في اي لحظه حد يجي لك. كابتن حسام كان قاعد قدام، وبعدين اللي هو السواق بتاع الباص ماسك قلم يا كابتن عامل زي الليزر كده، بيقعد ينور في الطريق. اللي جاي في الطريق ينور له، يبقى كده امان كده عادي. تكمل وانت ماشي بقى تلاقي مثلا ايه عربيه على الطريق كده متثبتين متدغدغه متكسره. فقعدنا ساعه ونص رعب. خلي بالك افريقيا صعبه. كانت اصعب من دلوقتي بكتير.
يعني هم تحسنوا كتير دلوقتي. طبعا بس الموضوع طبعا صعب. انت كان حتى الاكل هناك يعني صعب جدا. اكل ايه؟ مفيش اكل بالظبط كده. فانت كنت تاخد معاك حاجات عشان اللي هناك هتروح. لا حاجات ايه؟ وبعدين واحنا في مصر احنا كنا بناخد الحاجه بنتفتش قبل ما بنطلع الاول. الحاجات دي كانت بتتاخد من... لا مش نصها ما كناش بناخدها يعني ما... كلها. احنا مره في تنزانيا كابتن حسام لسه واصلين دخلنا الاوتيل راح قال لك حط الشنط كلها وروحوا على على المطعم. طب يا كابتن نطلع نطلع كل بقى واحد احنا عارفين اللي فيه كمين. طب يا كابتن قال لك ما فيش سيب الشنط. دخلنا المطعم طلعنا لقينا بقى الشنط مفروشه ومفتوحه. وبعدين دي بتاعت فلان دي بتاعت ده دي بتاعت ده انت سعيد جايب لي لب انتوا بتجيبوا حتى التسالي. ايوه انت كابتن حاجه هناك عادي اسبوع يا كابتن انا قاعد خمس ايام مفيش حاجه خالص والاكل هناك الاكل صعب. ايوه طبعا معاك ماشي. طيب تعالى نطلع بقى من ده. قول لي مين احرف لعيب لعبت ضده. احرف لعيب لعبت ضده. انت لعبت برضه فتره كان فيها حريفه كتير يعني واجهت حريفه انت كده كتير. يعني طب قول لي ثلاثه هظلم ناس. قول لي ثلاثه. تريكا حلو. شيكابالا حلو. وعبد الله السعيد حلو. ده ايه الفرق ما بين حرفانه تريكا وحرفانه شيكابالا او حرفانه تريكا وحرفانه حازم امام؟ يعني ده حريف وده حريف لكن ده بستايل وده بستايل. فاحكي لي انت انت برضو لعيب حريف. انا هقول لك على يعني انا شايف اللي تريكا وكابتن حازم كابتن ابو تريكا وكابتن حازم الاثنين من ناحيه المهاره يعني زي بعض. ماشي زي بعض. زي بعض اوكي. يعني هو يعني انا شايف كابتن حازم امام كان حاجه بس انا انت قلت لي اللي لعبت ضده فاهم قصدك. كابتن ماشي. حازم حتى ما انا لعبت كان لعب فتره قصيره قوي وخلاص يعني هيبطل يعني. ماشي. هما الاثنين انا شايفهم اللي هما الاثنين ستايل واحد تريكا وحازم. ماشي. ما فيهم ميزه كمان الاثنين صناع لعب لقدام مش مش النوع الاستعراضي. شيكابالا لو 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 نفس التوظيف بتاع حازم وتريكا في طريقه اللعب القدام يفوق الاثنين اللي هو صنع العاب صريح مش مش على الخط مش على الطرف. وبعدين شيكابالا شويه يعني مركز مع الجمهور ومركز في الحاجات دي فمضيعها منه كتير. يعني ضيعت لا لا ضيعت كتير منه. شيكابالا من اللعيبه الحريفه جدا صح. وبعدين في ميزه بقى عن الاثنين اللي هو سريع. يعني سريع الدريبلينج بالكوره ومهاري بس هو كان بيركز في حاجات بره الكوره دايما دايما. ما اعرفش برضو انت انت يعني صحح لي معلومه. انا ساعات بحس انه اللعيب الاشول الحريف احرف من اللعيب الايمن الحريف. صح كده. يعني هي اللعيب الاشول كمان بيبقى ليه مميزات شويه عن اللعيب اللي بيلعب بيمين. فليه اللعيب اللي بيلعب بيمين ساعات بيخدم بشماله بيلعب بشماله شويه لكن الاشول بيلعب بشماله بس فعارف بص كل تكه في الكوره هيعمل فيها ايه. لكن انا مثلا انا بلعب بيميني فلو جت على شمالي عايز اعدل بشمالي فالدنيا بتبقى يعني ايه بتاخد لسه لكن هو شغله كله اغلبيته الشغل بتاعه بشماله فممكن تبقى الكوره تولد منه فانت رايح عشان تاخد الكوره يروح غامزها نكش الكوره كده زي مثلا ميسي. الكوره خلاص الناس بتقطع الكوره وتلاقيه عدى ازاي ما لكن لو لعيب ايمن ما بيعرفش يعمل الحاجات دي. اوكي. مين اكتر مدافع كان سخيف ضدك؟ كابتن وائل جمعه. تقيل ها؟ مع ان وائل جمعه مش سريع مثلا يعني بس بيتوقع كويس. كمان احنا يعني لعبنا في يعني برضو ايه من 2006 فهو كان برضو يعني ايه لسه في عز. فلا تقيل ها؟ رخم. من الناس اللي ما بترقص بسهوله. ماشي. وبعدين لما تخش معاه في التحام تحس ان انت داخل في حيطه. انسى ما بيقعش. مش هتهدي. ما بيقعش. وابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد. ابراهيم برده ما كانش بيترقص خالص. حلو. وبعدين ابراهيم كمان كان مميز زي ما انت بتقول اللي هو سريع شويه. وانا سريع. فعشان ارقص وازق من جنبه في بعض هتجري هجري وراك برضه. وبعدين هو بقى بيتميز ان انا اللي معايا الكوره هو ممكن يعمل تاكلين يعني هو سابق كمان. وحتى شفناه على اوتاكا كان طبعا لا اوتاكا ده كان سريع جدا ما كانش في حد بيوقفه. فهو لا ابراهيم يعني من الناس اللي انا رخمين في الكوره جدا في المركز ده كابتن وائل وكابتن ابراهيم. طيب هقول لك اسم وتقول لي رساله او كلمه عنه. محمد ابو تريكه. ما يعني حاجه اسطوره يعني حاجه كبيره جدا. انا على المستوى الشخصي بحبه جدا. بركات. ده حريف. انا كمان
بحب بركات لان كان وانا صغير يقول لك انت شبه بركات نفس طريقه اللعب فانا بحبه جدا. ماشي. حازم امام موهبه. ميدو يعني كان المفروض يوصل لمكان ابعد من اللي هو كان فيه كمان. يعني لو العقليه زي عقليه محمد صلاح دلوقتي كان ميدو لا أوي. ميدو كان في حته تانية خالص. بس العقليه دي كانت يعني لو كانت عند ميدو لو كانت عند ابراهيم سعيد لو كانت عند لعيبه كده. لا بس انا بتكلم اللي ميدو هو الوحيد في الناس دي اللي لعب على المستويات العاليه. فاهم يعني ماشي. بس ابراهيم برضو راح ايفرتون. ماشي ابراهيم راح ايفرتون كان ممكن يبتدي بايفرتون وبعدين يكمل بس ما كملش. لكن انا بتكلم اللي ميدو كان موجود. يعني كان موجود والناس كلها بتتكلم عليه. فما اعرفش ايه اللي حصل فلخبط له الدنيا كده. اوكي. ورجعوا مصر تاني وكده وهيرجع يلعب تاني. تفتكر هيرجع يلعب تاني؟ والله انا شايف انا بشوف فيديوهات ليه لا خاسس جدا يعني بس خاسس بالمقارنه بميدو نفسه. بس هو مش فورمه لعيب كوره. الحته بتاعته اللي انا العب 90 دقيقه والكلام ده هتبقى الموضوع بالنسبه له صعب. انا مش شايفه هيرجع يلعب اصلا. انا شايفه بيعمل دعايه لحاجه. بس انا يعني انا على ما اعتقد. بص يا كابتن يعني اصل ميدو انت يعني شايف دلوقتي ميدو ذكي. ميدو بص خلينا نتكلم عنه في برنامج بتاع وهو مش هيلعب ولا حد هيعرض. انت شايف اللي انت شايف اللي في حد دلوقتي في مصر احسن من ميدو؟ مين يعني مهاجم يعني؟ يعني لو من المهاجمين اللي انت شايفهم دلوقتي ما هو احسن من ميدو امتى دلوقتي ولا احسن من ميدو في عزه؟ في عزه. فكره رجوع عزه فكره رجوع ميدو ايه يعني؟ انا كسعيد عايز ارجع سعيد. عايز ارجع. معلش ثانيه واحده بس. إيه هو ميدو لما يرجع النهارده هيرجع بميدو في عزه؟ لا مش هيرجع بس بميدو. خلاص بس اقول لك على حاجه كابتن. فلو النهارده لا اي مهاجم في الدوري اقول لك على حاجه. وقفته بس في الملعب هتلفت النظر للخصم اللي بيلعب عليه. الوقفه بس بتاعته. احنا مشكلتنا في مصر انا كابتن والله على فكره انا بحب ميدو جدا على المستوى الشخصي. بس انا بكلمك انه مش هتبقى حاجه مفيده ليه. هي مش حاجه مفيده والناس هتضحك. وممكن تبقى حاجه كويسه ليه. لقطه حلوه. ممكن لما يرجع يبقى كويس. وممكن دي مش بعيد. كابتن حسام حسن فضل يلعب لغايه قد ايه؟ ماشي يا كابتن حسام حسن. اولا الكيرف ابتدى يعمل كده في الاواخر صح كده؟ تمام. يعني كابتن حسام حسن في المصري اخر مرحله جامده ليه اللي هو بجد حسام حسن جامد. بعدها الاتحاد والترسانه ما كانش حسام حسن. تمام. وهو ما كانش مبطل اصلا يعني. هو كان بيتمرن وكان بيبدا. ميدو مبطل بقاله ايه 10 سنين؟ لا مش 10 سنين. 10 حاجه كده يعني. ممكن 7 6 كده يعني. 2001 هو مشكله 20 ايوه 10 سنين تقريبا. عارف يا كريم مشكله ميدو ايه؟ الفتره اللي وزن ميدو في الدوري بتاع اللي انت لسه كنت بتتكلم عنه ده بتاع الشرطه لما كنتوا بتلعبوه كمدرب. الكلام ده كان امتى؟ 2013 2012 صح؟ 13. طيب 13. كان ده من 11 سنة. كان مبطل هو بقاله كان هو لسه مبطل في الزمالك. طيب عشان بقولك انه لا صعب. انت عارف انا بالنسبة لي انا مشكلة ميدو كمان حتة الوزن الزيادة اللي هو زادها دي مرة واحدة ونزلها. بالظبط كده. فدي ممكن تأثر عليه. انا شايف بس انا بتكلم اللي هو برضو خلي بالك ما هو مش هيلعب الليفل اللي انت مستنيه. يعني هو مش هيلعب دوري ممتاز. مش هيلعب يعني هيلعب دوري محترفين. لو انا مدرب وخسران ونزلت ميدو 10 دقايق بس على الكور الثابتة والله العظيم ممكن يشتغلها كويس. ايه المشكلة يعني؟ يعني انت ممكن ترجع تلعب؟ انا بالنسبه لي انا قرار يعني قصه الكرة اصلا المجال تعبني. ماشي. سواء في اللعبه او في التدريب وانا لسه ببدا يعني انا ماشي. فقصه ان انا ارجع العب دي لا صعب. شايفها خلاص؟ لا 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 بالنسبه لي كانت مرحله. وانا لما بروح العب خماسي دلوقتي الناس بتقول انت بطلت ليه؟ انت لسه محافظ على جسمك. انت انت كام سنه سعيد؟ اقول لهم 41. يقول لا يا عم 41 انت بتهزر. اقول لهم والله ده انت مبطل بقالك 3 سنين. ماشي. طب انت محافظ على؟ قلت لهم عادي بس ما اقدرش اجري لعيب مثلا عنده 26 سنه ولا 25 سنه. صح. لا انا بالنسبه لي انا. لكن هو بالنسبه له هو خد القرار اكيد هو في دماغه حاجه ثانيه. طب انا افكرك مش هيك هيلعب ولا حاجه. هتلاقيه في الاخر بيعمل حاجه. والله بيعمل حاجه ثانيه لحاجه ثانيه يعني. بيعمل فكره لحاجه ثانيه لكن هو مش هيرجع يلعب. على العموم سعيد انا مبسوط جدا ان انا قابلتك النهارده وبشكرك على وجودك معايا. بشكرك انك قبلت دعوتي وبتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي. ان شاء الله تبقى مدرب كبير زي ما كنت لعيب حريف. تفضل موجود. ناس بتحبك. بورسعيد كلها انا زي قلت لك وبقولها لك تاني. بورسعيد كلها اول ما عرفوا ان انت معايا النهارده بعتولي كتير جدا جدا جدا. فبتمنى ان شاء الله ان انا اشوفك مدير فني للنادي المصري بورسعيدي في يوم من الايام. انا بشكرك جدا والله كابتن كريم. متشكر طبعا على الكلام اللي حضرتك بتقوله. ودي امنيه ليا وان شاء الله هحققها في يوم من الايام.
ان انا اكون مدير فني للنادي المصري. وبشكرك جدا جدا جدا، لان انا مبسوط جدا ان انا كنت معاك النهارده والله. ده شرف ليا، وبشكرك مره تانية، وبتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي. ربنا يخليك. ضيوفنا النهارده كانوا ابراهيم عبد الخالق وسعيد مراد، اتنين من نجوم الدوري المصري الممتاز. بشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعه. بكره الاعاده الظهر، يوم الجمعه الظهر، ويوم الاثنين اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين، نبقى دايما مع بعض في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنتم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.